مهرجان الوطني 19 في علم الفلك الجماهيري، هذا الحدث العلمي الذي ينظم مشاركة بين وحدة البحث الوساطة ونشر الثقافة العلمية وجمعية الشعراء لعلم الفلك. اخترنا شعارا لهذا البرنامج، هذا المحفل العلمي، الثقوب السوداء، فهي فرصة طيبة للجمهور. فهذا الشعار هو جماهيري، الكل يريد أن يعرف ما هي هذه الثقوب السوداء، ما قصتها، فأردنا أن نطرح هذا الموضوع وكذلك بعض المواضع الأخرى المتعلقة بعلم الفلك بشقيه الهاوي والمحترف. إذن هو مفتوح للجمهور العام، فنطلب من الجميع أطفالاً، عائلات، طلبة، متمدرسين أن يكونوا حاضرين. فيه عروض، فيه ورشات، يكون فيه برنامج رصدي للشمس، فكل هذا هيئناه لجمهورنا الكريم. جينا درنا الأخر المعرض تاعنا اليوم باش نعرفوا بالأخر بالجيولوجي وبال المعادن تاعنا اللي كاينين، جبنا معنا العاب، جبنا معنا الاخر الصخور. هدف المشاركه تاعنا ان نعرفوا بالجيولوجي وبالاخر بالفيليار تاعنا وبالصخور اللي كان عندنا والمعلومات، نعطيو معلومات على واش نقراو وكلش.